مرحبا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم. ماذا كانت القصة الماضية؟ كانت قصة اللقاء مع مصففة الشعر التي تغير تسريحات شعر الزبائن بشكل جميل. يا ترى، أتطلع لمعرفة ذي الحلم الرائع الذي سيقدمه الملاك لنا اليوم. هل نستمع إلى القصة مباشرة؟ أعرف المغني الذي يغني هناك، أنا من المعجبين به. نعم، هيا نذهب إليه ونتكلم معه. مرحبا، أنا من المعجبين بك. أهلا وسهلا أيتها الطفلة الصغيرة، شكرا جزيلا. منذ متى كنت تحلم بأن تصبح مغنيا؟ في الحقيقة أهلي كانوا فقراء، فلم أستطع أن أدرس الموسيقى، ولأني كنت أحب الغناء فبدأت الغناء لوحدي، والآن وصلت حتى هنا. حقا؟ إنك عظيم. أحببت جزءا من كلمات الأغنية وهو: ضع رجاءك في السماوات وليس في هذه الأرض. بعد أن سمعت هذه الكلمات أصبح عندي حلم أن أري الناس الرجاء الذي يبلغ السماوات. هيا نرسم المغني والبنت. ارسموا نقشا على الملابس.
هيا نرسم المسرح بشكل بسيط. نرسم اليد ماسكة مكبر الصوت. والآن يا أعزائي لونوا بحرية، ويا أيها المدرسون ساعدوا الأطفال ليلونوا بحرية. Yeah.
إنه رائع أن لم يستسلم حلمه في ظل الفقر وأصبح مغنياً. هل تحبون الغناء يا أصدقائي؟ تخيلوا أنكم أصبحتم مغنيين وارسموا الرسومات بشكل لطيف. إن الرسم مع الغناء ممتع أيضاً. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.